السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هدفين لا اتحاد الجزائري بدون مقابل. كان يلعب اليوم الاتحاد الجزائري مع الجيش الملكي، وفاز الاتحاد العاصمة الجزائري 2-0. تعال نشوف محللين بين سبورت ماذا قالوا عن فوز اتحاد العاصمة 2-0، كان يلعب مع الجيش الملكي. هيا نسمع ماذا قالوا. اخواتي لا تنسوا وضع اللايك والاشتراك في القناة. استطاع اتحاد العاصمة ان يتفوق في شوط اول لصالحه، اتحاد الجزائر يتقدم في مباراة الذهاب. مرحبا بكم من جديد مشاهدينا الاعزاء، شكرا للزميل محمد بركات. وهكذا تنتهي مباراة الذهاب بين الكبيرين العربيين اتحاد العاصمة الجزائري والجيش الملكي المغربي بفوز فريق اتحاد العاصمة بهدفين دون مقابل. شوط أول في الجزائر انتهى بتقدم أصحاب الأرض، وهناك شوط آخر في الرباط الأسبوع المقبل. رفيق الليث مبروك هذا التقدم في المباراة، وأداء متوازن على مدار الشوطين من فريق اتحاد العاصمة الذي كان الأفضل فنيا وبدنيا واستحق التقدم. الاتحاد كان أفضل في الشوطين، استحق الفوز بجدارة، هدفين لصفر نتيجة نوعا ما مريحة بالنسبة للمباراة الثانية. عدم تلقي الهدف نقطة جدا إيجابية. لأنه لو سجل الجيش المغربي اليوم كان راح يعطي أفضلية نوعا ما. التوازن اللي كان موجود عليه الاتحاد دفاعيا هجوميا الشوطين مميز. التغييرات اللي قام بها حتى في الشوط الثاني بين الأجنحة، شفنا عودة مزيان على الجهة اليمنى وتغييره مع ريبوني اللي رجعوا على الجهة اليسرى، أيضا يمكن حب يحيي الجهة اليمنى أكثر في الشوط الثاني. ايضا دخول بوشينا. لا بس انا يعني اولا نريد ان نتحدث عن نقطه قوه لفريق اتحاد العاصمه. انت تتحدث في كل النقاط اللي سجلوا تبديلات كل ده القادم ان شاء الله. قوه اتحاد العاصمه في كرات الفتره، هدفين من ضربتين او ضربتين ركنيتين، وهو حل من حلول الكره الحديثه الحين، الكره الثابته. ركنيتين هنا نشوف لاعب كدفاعيا كهجوميا في النتيجة أيضا. كرة ثابتة قلنا حلول، لكن الاتحاد المميز أنه كان بوتيرة واحدة من بداية المباراة إلى نهايتها واصل. قلنا لازم يبحث عن الهدف الثاني، والشيء اللي كان اللي صار اللي تم عليه الاتحاد اليوم ناقص في العمق، في اللعب على العمق. محيوس كان مميز، المميز انه كان بوتيره واحده كلاعب ارتكاز او يرتكز عليه، لكن كان يمكن ان مميز. لاعب من خريج مدرسه نصر حسين دايم، مدرستي اللي تخرجنا انا، مستدعم من الناخب الوطني في التربص الاخير، اللاعب الوحيد المحلي كان متواجد في القائمه. يعني هذا يبين على قيمه اللاعب، على واحنا تكلمنا قبل بدايه الاستوديو على اهميه. مستدعم من الناخب الوطني.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى. ناقص في العمق، في اللعب على العمق. حيوس كان يمكن كان مميز، عاد المميز انه كان بوتيره واحد كلاعب ارتكاز او يرتكز عليه، لكن كان يمكن ان مميز لاعب من خريج مدرسه نصر حسين دايم، مدرستي اللي تخرج منها انا، مستدعى من الناخب الوطني في التربص الاخير، اللاعب الوحيد المحلي كان متواجد في القائمه. يعني هذا يبين على قيمه اللاعب، على واحنا تكلمنا قبل بدايه الاستوديو على اهميه مستدعى من الناخب الوطني.